بكم في النشرة الاقتصادية. استضاف جمعية الإداريين البحرينية سفير جمهورية سريلانكا لدى مملكة البحرين الساج منديس للتحدث عن خيارات الاقتصاد العالمي من فرص وتحديات، وذلك في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. وسلط السفير الضوء على المتغيرات الاقتصادية العالمية وعلاقتها بالأبعاد السياسية للشركات العالمية، والتي هي ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية في عالم اليوم. وتطرق السفير إلى أثر الأزمة المالية العالمية لعام 2008 على قضايا التنمية في ظل التباطؤ الاقتصادي الراهن، واستعرض إجراءات المصارف المركزية في دول العالم. كما استعرض السفير أفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي يمكن توظيفها لخدمة الخطط الاستراتيجية في إدارة الأعمال.